put your legs like this. So if we're not shooting our faces, we might as well shoot our legs. Yatra. This is our mic. Choose this. 8:20. Are you serious? It's 11:21. 11:21. Yeah, 11:21. Damn, that's sleepy. So what are we saying? We're saying that it's so nice that at midnight 2014 we are far away from the noise. Screaming and the noise and the drunk people. There were so many drunk people. You saw how they were just walking around. كتير مطفيين على الآخر. بس ما كأنه حاسه إنه ما في كتير عالم. Yeah, everyone's at home. كلهم بالبيت. يا ببيت يا private parties أو سكراني. ما شفت حدا بالمطاعم عجقت يعني. أو مثل الشاطرين نايمين على الساعة 10. مفروض قوي. لو ما كنا عم نصور كده نايمين. أنا كنت نمت. إيه أنا ما كنت ما ليش ليه هالأشياء. أنا عم أقول لك لأنه. شو عاملة على نيو يير؟ شو بدي أعمل على نيو يير؟ أنا بحس إنه أنا إذا بدي أحتفل كنت براس السنة على بيروت كنت أجي من محل ما بحبه. I need to enjoy on this day and forget my problems. لمرة كنت أكره أشرب just to forget. بس أنا ما بدي أنسى اللي صار ب 2014. Yeah, so many things happened. It was a very nice year, eventful year. We did so many, like we made. But I cried so a lot. Resolution. كتير بكيت. حياتي, we both did the beginning of 2014. Remember how we were? We were broke. We had shitty jobs. If we had a job, not a shitty job. I don't want my boss to see this. No, we had like. And no, we had a job that wasn't us. Limited. We had we emotionally unstable. We were health wise unstable. We were career wise not in the direction we want. مزبوط بس هلا تطورنا بس بحس هيك نايس كريسمس تري حلو شفتي شوفينا وين وصلنا انه عم نطلع شو رايك حسي ب 2015 معنا other than what البصايره قالت لنا انه حنتطور كثير حيكون عندنا kind of settlement in our life بس انا خايفاني 2015 بشغله شو I want to انا when I'm not busy with something I lose control when I have something I know I can control it انت علي you no. always have something new to work on طلع مجرد حلم وفقت منه بس نزلت الطياره قعد هلا بخبرك على القصص كلها هاي. ايه سو بعد عنك حياتي. اي صار لك شيء؟ هاي فكرت خشبي. هيدا احمد السيد باي ذا واي. ضل يبعث لك اشياء؟ ايه حرام المفروض يظهر قال هالشهر. والله؟ ايه. شو حكيتي؟ في شيء على اسناني اكلت تبولي. اضحك. لحظة. لا ما في شيء حبيت بيروت مين انت صار حبيتي حبيت شو حدا ولكل من عرف الغرام دابت بقلبه الأرض مش مزبوط ابدا نحن غابه لا الحب هو حالات بيعيشها الواحد حالات ممكن تكون حالات انسانيه حالات شعريه حالات فنيه حالات جنسيه حالات مختلفه وما بتدوم وإذا جرب الواحد يقتنع إنه بتدوم وكمل فيها بتنتزع